رد عليا قال لي لا اله الا الله. قلت له يعني ايه؟ قال لي لا اله الا الله. فهمت، قفلت التليفون. ويعني حاله يعني انا ما يعني مش قادره اوصفها لك. وفوجئت بقى بعد كده بقيت زوجات ما كنتش اعرفهم، كل واحد يلاقي رقم تليفون عنده يتصل بغيره. فدينا بقى نجمع بعض ونتعرف على بعض. كل واحده، واحده كلمتني انا لقيت رقم جوزك عندي، ده هو جاب التصريح بتاع السفر عند جوزي ولقيت رقمه عندي، هو كان معاه في نفس الرحله. الثانيه تكلمني وهكذا. وبقينا جات لنا حاله احنا مش قادرين نشوف حد، مش قادرين نتكلم مع حد، ولا حتى الاسره ولا الاهل ولا الجيران مش قادرين، لكن الشيء الوحيد اللي قادرين نتكلم مع بعض هم احنا. احنا مننا في يعني احنا الستات كده مع بعض مش عايزين نتكلم غير بعض، مش عايزين نشوف غير بعض، مش عايزين نقعد غير مع بعض، مش عايزين نكلم حد ولا نشوف حد. احنا ما كناش متحملين، يعني انا مش متخيله يعني ايه حد يقول لي البقيه في حياتك، مش قادره اصدقها. طب ده الناس كانت بيقولوا لنا مبروك على الفرح، مبروك على البيبي لسه والده، يقولوا لي بقاء في حياتك. انا حتى النعي بتاعه اللي اتعمل في الجرنان انا ما قريتوش لحد النهارده، انا ما اعرفش مكتوب فيه ايه، لاني ما تحملتش ان انا اشوف اسمي تحت اسمه حرم المرحوم. دي انا ما يعني مش يعني ما قدرتش ان انا اتحملها. الزوجة نجلاء حتى الآن ما زالت بتحس بزوجها جنبها، بالشهيد روحه حواليها، وانا حاسه ازاي؟ طبعا الشهيد بيبقى حي عند الله، دول احياء لا يعني لكن احساسك انت كزوجة، انا يعني انا حاسه احساس الجمله اللي قالهاني انا مطمن وسايب ورايا راجل، دي بتدياني دفعه قويه، دي بتخليني ان انا اسعى لحد النهارده، دي اللي بتخليني انا مش هبيع دمه كده، مش هبيع روحه كده، حقه لازم يجي له يرجع له ويرجع لابنائه لازم. هو ما اذنبش، ده عنده كان 33 سنه يوم ما توفى. عايز اقول حد بيصلي فرد بفرد، رياضي ما بيدخنش، يعني قعد في اداره، كفايه ان هو اتخرج من الكليه الفنيه العسكريه، اتعين في اداره المخابرات مدته 12 سنه. احيانا هو كان من كتر الضغط هو كان بيبقى عاوز يمشي، يعني ستقولي انا يعني تجي له خانقه، انا خلاص مطحون، انا مش قادر، انا عايز اسيبهم وامشي. يقولي هما مش يعني هما متمسكين بيا، ورياضي ومهذب وشاب، وعلى فكره وكان بيحضر ماجستير، عمل دبلومه في جامعه عين شمس، وكان ميعاد الدبلومه الثانيه هيناقشها ومتحضره ورقها عندي، وكل ده ما اتحسبلهوش. يعني انا بصراحه يعني مش عارفه عدم هذا التقدير جاي منين. هل السيده نجلاء دفنت مشاعر المراه مع زوجها الرائد الشهيد؟ شوفي حضرتك لما بتبقي صاحبه قضيه عامه وقضيه راي عام، انت بتنسي اي حاجه، انت بتركزي في القضيه العامه دي، بتعيشيها بكل جوارحك، فما بيبقاش عندك يعني بتحسي ده نوع من الرفاهيه انك تفكري في اي حاجه. حياتي كلها كرست لاجل، ومش لزوجي فقط، لا للتكريم لل 33 ضابط مصري. انا حاسه ان انا يمكن اكون انا مثلا من اصغر الزوجات، لكن هما بيقولوا لي احنا بنحس انك مامتنا، يعني مثلا انا مرات رائد في حرم عميد بتقولي بنحس انك انت مامتنا، انت اللي متوليانا، انت اللي بتتكلمي بالنيابه عننا، انت اللي بتسعي. فيعني انا حاسه ان انا ايه ما عنديش وقت، انا كل دول ولادي وانا محتضناهم، ويعني لازم اجيب لهم حقهم ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا القضيه دلوقتي راحت فين؟ القضيه حضرتك بعد ما قعدت 7 سنين في مجلس الدوله، 7 سنين قال انا جهه غير مختصه، حاولها شؤون ضباط.
وهي موجوده في شؤون ضباط لحد النهارده لا نعلم عنها يعني شيء. يعني من 2007 حتى الان في شؤون ضباط لا 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 نعلم عنها شيء. ما يعني ما اخر مره حضرتك سالتي فيها شؤون ضباط عن هذه القضيه او من حوالي 4 سنين. ما بعد كده خلاص الثوره يعني حضرتك ناسيه الثوره والكلام ده. فخلاص بعد الثوره انا لما نروح ولا بنيجي اصلي ايه. بصي حضرتك انا وصلت وقابلت وكلمت سياده اللواء ممدوح شاهين اللي ماسك الشؤون القانونيه والدستوريه. لسه بقى هروح ادور في الدفاتر مع العساكر القضيه فين. يعني ما وصلت للي ماسك الموضوع. اخر مره بقى حضرتك يعني معلش ممكن تساليني سؤال بشكل مختلف. اخر مره كلمت اللواء ممدوح شاهين امتى؟ اقول لك كلمت اللواء ممدوح شاهين من كام شهر ورد عليا رد. ده قال لي مدام انت نشطه جدا غيري. بيقول لي كده اصلي ما عنديش بند في القانون ينطبق على هؤلاء الضباط. غيري القانون انت نشطه غيري القانون واحنا نمنحهم قرار الشهيد. بالرغم يعني ان الكلام غريب. والحمد لله الحمد لله ان ثوره 30 يونيو جت ومشي مرسي. والحمد لله الحمد لله ده من عند ربنا ان الدستور بيتعاد تاني. يعني نقدر يعني كان قبل كده بيقول لي ايه الدستور 2012 بتاع مرسي الدستور اتحط خلاص. طب الحمد لله الدستور هو لسه ما اتحطش. فيعني يعني في الفرصه. طب ليه انت ما رحتش لجنه ال 50 وقلت لهم فين؟ انا بصي حضرتك يعني بشكل او باخر ما قابلتوش حد في لجنه ال 50. انا عايزه اقول لحضرتك انا ناس من القاده في لجنه ال 50 القائمين على وضع الدستور في لجنه ال 50 قابلتهم شخصيا وتعاملت معهم شخصيا خلال السنين اللي فاتت. وهم غير انا اسف بقى اني اقول هم غير كفء يتحطوا في لجنه ال 50. هم بيعملوش حاجه. وهقول حاجه بقى وهسيبها لذكاء المشاهد هو اللي يقول. احد القائمين في لجنه ال 50 هو المحامي اللي كان ماسك القضيه بتاعتي بمطالبه بقرار الشهيد المرفوعه في مجلس الدوله. وخلي بقى المشاهد بقى يعرف هو مين. يعني بشكل او باخر انتوا شايفين ان المرحله الجايه مش هيخلصكم من الامر ده غير القائد الاعلى او غير الفريق بالظبط اول طبعا. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. يجوز منح قرار الشهيد يعني ده يجوز ده في الدستور اللي فات واللي جه والمفروض اللي جاي وفي كل الدساتير بقرار من رئيس الجمهوريه ومن وزير الدفاع يجوز منح. والدليل على كده ان مرسي منح الرئيس السادات بعد العمر ده كله قرار الشهيد ومنح الالتراس. زي ما بيعطي قرار العفو عن المجرمين مش في قرار عفو يصدر من رئيس الجمهوريه او من الوزير عن للمجرمين. يبقى من السهل جدا اعطاء قرار الشهيد لهؤلاء الضباط يصدر من الوزير. طبعا طبعا طبعا. او لو مش من الوزير انا بطالب سياده المستشار عدلي منصور باعتباره رئيس الجمهوريه المؤقت والفريق اول عبد الفتاح السيسي يعني اللي هو اصبح النهارده يعني رمز وبنعتبر ان هو اللي لم شمل المصريين وان هو بيعمل على لحمه المصريين. فما يعني مراعاه ابناء القوات المسلحه. احنا بس انا مش عايزين غير اكتر من احنا نحفظ ليهم كرامتهم. انا شعره ان الضباط اتهانوا امتهنت كرامتهم. ليه تمتهن كرامتهم؟ ليه؟ يعني بصراحه مش عارفه يعني حصل تكريم. انا يعني مع احترامي للكل احنا بنستفز جدا في برامج في التلفزيون بتطلع في جميع القنوات. بستفز جدا من تعبير بيطلع اسمه الخبير الاستراتيجي. انا عايز اعرف مين هو الخبير الاستراتيجي. هل في كليه معينه بتخرج منه شخص تعطيه شهاده انه خبير استراتيجي؟ مين الذي اطلق هذا اللقب خبير استراتيجي في ايه؟ وبعدين طول النهار التلفزيون ابص يعني انا لدرجه حاجات بتضحك. نقلب القناه الاولى نلاقي عليها الشخص يخلص البرنامج نيجي نقلب على الثانيه نلاقي هو نفس الشخص تاني بنفس البدله. بيتكلموا في ايه انا مش عارفه. بيحكوا في ايه انا مش عارفه. وليه على طول بيطلعوا بيطلعوا بيطلعوا؟ طب ما يتكرم الناس اللي ما اتكرمتش. ان شاء الله بنتمنى ان ما تمرش
2014 إلا من قرار يكون موجود، لأن 2013 خلاص بإذن الله الذكرى الجاية نتمنى إن القرار يكون موجود، وإن شاء الله تلقوا استجابة سريعة. سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو عمل استجابات كتيرة جدا، وأنا أعتقد إن هو مش هيبخل على أبنائه وطلبته، مش هيبخل بإن هو يدلهم القرار ده ويمنحهم القرار، وقد كمان يمنحهم نوط وسام لشجاعتهم ولكفاءتهم إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين، نتمنى هذا يا رب. شكرا قوي لك. احنا اللي شاكرين جدا لحضرتك، وفي الذكرى ال 14 بنتمنى ان شاء الله باذن الله ليهم الرحمه والمغفره، شهدائنا كلهم شهداء وال 33 شهيد، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله تلقوا استجابه سريعه على طلباتكم. امين. وانا اعتقد ان هيكون في استجابه سريعه، لان يا رب سياده الفريق اول عبد الفتاح السيسي لا يظن على ابنائه ولا ابناء الوطن باي استجابات سريعه، وده اللي احنا شفناه من 30 يونيو وحتى الان. نتمنى ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا.